السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسجد الرابطة الإسلامية أمستردام، مادة التوحيد، المستوى الرابع، الدرس الثاني، الإسلام. مراتب الدين ثلاث. مراتب هو جمع مرتبة. مرتبة معناها درون أوف كلاس إن أونس خلوف هابب دري رانغ. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، ونحن سنتناول كل مرتبة على حدة في دروس منفصلة، واليوم سنحاول شرح معنى المرتبة الأولى التي هي الإسلام. معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الاستسلام الفعل هو استسلم. استسلم معناه أفر خيفه. بس يزلف أفر خيفه عن الله. بالتوحيد ان فوربيلت فان التوحيد اس فانير يزخت بفوربيلت لا إله إلا الله. بس لا إله إلا الله هو اس ان فوربيلت فان التوحيد. و الانقياد له بالطاعه. الطاعه معناها خهور زعم. والانقياد اس فاست هاود عن هت خهور زعم فان الله. دس فاست هاود ان ليترلك دو اوبدراخت فان الله فولخ. والبراءه البراءه هنا معناها فر انشخلدخ ان افصنت نيم فان الشرك واهله ان دمنس دي الشرك. الشرك دون ان فوربرت فان الشرك فانير ي دينكت دات شي وورت خفوت دور ايماند اندرس دان الله باي فوربرت. شرح معنى الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد. بس الاستسلام لله بالتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة. بس the Muslim عبد عليه مار الله إن نيماند أندرس. الانقياد له بالطاعة أي فعل ما أمر الله به. فعل is دون. أمر is أوبدراخت خيفة. دس خون دون وات الله أنونس خفراخت هيفت. وترك ما نهى عنه. تركو دس ويخلات وات الله أنونس خفراخت هيفت أم نيت دون. دس نهى. البراءة من الشرك وأهله بغض الشرك. دس أفصنت نيمن فان الشرك. واعتقاد بطلانه إن دينك إن أنيم دات الشرك أون أكسبتابلس إن أو أفصنت نيم فان الله فورما فان الشرك. شرح السؤال الأول. رتب معنى الإسلام واكتبه في الفراغ. الفراغ is ليخ فيلد. رتب بتاكند بفولخورده زيت. دوس ده فراغ سيخت سيت ده ترم دي يهير هبت اوب دي يوست فولخورده ام توت ده ديفينيسي فان الإسلام تقوم. شرح السؤال الثاني. اكتب الكلمات التالية في العمود المناسب لها.
العمود بتاكنت كولوم بس دي سنت بيل هي بتريحة الكولوم ان لينكر كولوم العمود الايمن والعمود الايسر يو هيت هير تيرم دي ان ذا ريختر كولوم اوف ان لينكر كولوم كام بلاتس ان ذا ريختر كولوم مخ هي تيرم بلاتس دي تو ماك هاف مي دينج دي الله اونس gevraagd heeft om te ver om niet te doen من الامور التي نهى الله عنها ان لينكر كولوم ان العمود الايسر gaan we dingen invullen die wel Allah aan ons gevraagd heeft. As-sujudu lillah, as-sujudu lighayrillah, birru al-walidayn, dus birru al-walidayn, goed omgaan met de ouders en ze gehoorzamen. En uquq al-walidayn, uquq is tegenovergestelde van bir. Dua u ghayrillah, ma'na. Dua doen aan iemand anders dan Allah. En dua Allah, dus dua doen aan Allah.